تحديات عديدة تقف بوجه الحركة الفنية والثقافية في عاصمة الثقافة في كردستان، في مقدمتها الأزمة المالية التي ألقت بظلالها على الحركة الفنية في السليمانية وسط مطالبات بدعمها. عباس محمد والتقرير التالي. امتدت آثار الأزمة المالية هنا في كردستان على واقع الحركة الثقافية والفنية، فعدم توفير أموال كافية لديمومة الحركة الثقافية كانت من أكبر العوائق التي تواجه الحركة الفنية والثقافية هنا في السليمانية حسب كبار الفنانين. لا خانقين وبقنا حتى دقات زاخو. الحركة الثقافية والفنية من زاخو لخانقين هي شبه متوقفة بسبب عدم تخصيص الموارد المالية الكافية لإدامة الحركة الثقافية والفنية، وبما أن الإقليم هو جزء من حكومة بغداد فعلى الحكومة العراقية تخصيص مشروع للثقافة في كردستان. فيما أكد آخرون إن من واجب الفنان صناعة الحياة واستثمار الفرص فيها والانطلاق من المعاناة، إلا أن الوضع السياسي والمالي لم يكونا قليلا التأثير على وضع الفنان هنا في السليمانية. حقيقة ماكو معاناة، الفنان هو يصنع الحياة. يعني اليوم الفنان لو تشتفه فهو تشتغل حنجرته، أنت تشتف إيديه تشتغل حنجرته. الفن ما يقيد، الفن اليوم هو غذاء روحي. يعني ممكن تعطيني كل شيء بس ما تبدأ توصل لي الغذاء الروحي. فماكو أي معاناة، بس فقط أكو أمور متغلبة علينا اللي هي وضع السياسي. يعني أكو أمور تصير يعني مفاجآت على 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 طقسنا إحنا فنانين. بس وضع الفنان بشكل عام فنان يعني هو تبقى يمه. يعني حقيقة فنان أكو فنان يريد تجي اللقمة الحلقة، ماكو شيء. الفنان لازم يكون متابر، لازم يكون يشتغل على مدى الأيام على مدى السنين. وبدوره طالب مدير عام الثقافة والفنون في محافظة السليمانية من وزارتي الثقافة والفنون في العراق والإقليم بتقديم دعما أكبر للحركة الثقافية، بإشارة إلى ضرورة التنسيق بين المديرية العامة للثقافة والفنون في السليمانية ووزارة الثقافة الاتحادية، كون السليمانية تعد عاصمة الثقافة في الإقليم ضمن العراق الاتحادي. من المسلم أن السليمانية عاصمة الثقافة في الإقليم وعاصمة الأدب، يعني هذا يعني أن هناك مطربين وفنانين وكتاب وأدباء هواية في السليمانية. لذا يعني مديرية الثقافة لا يستطيع أن يغطي كل احتياجات الفنانين والكتاب، هذا من واجب الحكومة، حكومة الإقليم، وحتى من واجب حكومة الحكومة المركزية وزارة الثقافة في بغداد الاهتمام بالشأن الثقافي والفني في سليمانية، لأن سليمانية يعتبر مركز مهم واستراتيجي للثقافة والفن، مو فقط في إقليم كردستان بل في كافة العراق، ويستطيع العراق أن يفتخر بما يوجد في سليمانية. لذا من هذا المنبر أطلب من وزارة الثقافة والآثار في حكومة المركز الحكومة المركزية الاهتمام بشأن الثقافي والتنسيق مع مديرية الثقافة والفن في سليمانية للاهتمام بالشؤون الثقافية وحتى حال ومعيشة الفنانين والكتاب في سليمانية. وتمر الحركة الثقافية والفنية هنا في السليمانية بأزمة مالية خانقة نتيجة التقلبات السياسية والاقتصادية التي مر بها الإقليم على مدار الأعوام التسعة الماضية، ما جعل الكثير من الفنانين والمثقفين يعزفون عن النتاجات الإبداعية. عباس محمد، قناة صلاح الدين الفضائية.